الوحدات هيحصل عليها تفتيش دوري كل شهر، عينة كبيرة من الحاجات اللي احنا بنسلمها. العميل المفروض ان هو ينتقل ويروح يسكن في الوحدة في حد اقصى سنة من ما مضى عقد التمويل. احنا بنديله مهلة كافية بحيث انه يكون خدمات وصلت، عرف ينقل اولاد المدارس لو كان بينقل، المفروض ان هو بيتقدم على شقة في المكان اللي هو عمله فيه او سكنه الاصلي فيه، فما عندوش ترتيبات كبيرة محتاجها يعني. فبالتالي انا كدولة بحط دعم 25,000 جنيه ودعم فايده، يعني رقم بيوصل ل 180 او 200 الف جنيه خلال ال 20 سنه، ده لو بتكلم بقيمتهم الحاليه. انا ما بحطش الدعم ده عشان الناس تاخد حاجه مش مستحقه وتاخدها تتاجر فيها. لو هي للتجاره طب ما انا ابيع انا الوحدات واكسب انا فيها يعني. انا مش بقى انا 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 اه اه عشان يعني يتاح عندي فوائد ابني بيها وحدات للناس اللي محتاجاها فعلا. لكن ان واحد هياخد وحده، احنا دول العالم كلها بتعمل حلول سكن، يا اما ايجار يا اما تمليك. احنا مختارين الاغلبيه تمليك عشان الناس تحس برضو انها بتكون ثروه. بالظبط يعني، عندها حاجه بتتكون يعني تدريجيا، وبعد كام سنه تبقى مش الفلوس زي الايجار ضاعت عليها وما جات لهاش. والدوله برضو يعني ماشيه طبعا هي الثقافه عندنا بنحب التمليك، مع ان هو طبعا بيكلفني اكتر وكدعم بيكلفني اكتر من دعم الايجار، لكن في الاخر انا برضو عايزه الناس تحس ان هو بيوصل لها حاجه يعني من الدوله بتساعدها في انها يبقى بنت فلوس للاستثمار، وفي نفس الوقت هو ساكن فيها يعني.